مرحبا واضح، اهلا وسهلا فيكم. انا بيو لجو، اسمي الياس جابر. جو وقت اللي خلق عمل نقص اكسجين، نقص الاكسجين سبب له ضرر بدماغه، يعني بسموه الحاله EMC، شلل دماغي. من هيك بيعمل حركات لا اراديه. جو عمره 25 سنة تقريبا، صار له شي 7 سنين. المسابرة اللي صارت ليصير دي جي هي الحشرية، انه اول شي بحب الموسيقى، وتاني شي يتعلم من اليوتيوب، يفوت يشوف مثلا كيف عم بدقوا، كيف عم بيعملوا حفلات. فلما جبنا له القطع نحنا، هو اكتشف الشغل بالقطع. بشهرين زمان صار دي جي سابر على انه يجرب يجمد حاله، يعني العالم اللي بتشوفه وين ما كان عم بدق، مش بس بالبابات، بتشوفه كيف عم بيشتغل على المكنة، بقوله كيف قادر هيدا مثل بقوله يلقط الزرار ويبرم ويعمل. هلأ بدق ببابان ملتزم فيهم يعني، وإن شاء الله قريبا بصير بغير كمان. جو مولع ليالي بيروت، ومش بس ليالي بيروت، من برا عم بيحكوه كمان. العالم كله صارت تعرف برا وبلبنان وبالبلاد العربية. من هو صغير بفتح عيونه وعم بيضحك، وبطبق عيونه وعم بيضحك، عنده هالطبيعة الحلوة النفسية الطيبة. جو بحب كل الناس. لما كان عم بيجاهد لأنه يوصل يصير دي جي، كان يعتبرها هيدي حلم، بس كان يقول لي بكرة بتشوف، يعني حطتها براسه. أنا كتير بشجعه لجو، أمه بتشجعه، أخته بشجعه. وصل فرش العالم كله انه وصل، يعني هلا العالم تحلف وحياته انه مش معقول وصل. وين ما راح انا معه، كل شيء يعني بتشوفيني بالصور بالفيديوهات قاعد حده على طول. جو باذن الله مكفى بالشغل، لانه عطيه حياه مثل بقولوا زياده عن ما هو بحب هالشيء هذا. وبإذن الله ما دام الله عطينا الصحة نحن حده ما رح نتركه أبدا. أنا هيك بحمله لجو لطلعه ونزله على الدرج، خاصة بيبقى جاي تعبان بالليل وكهرباء على طول ما فيه.